يا صباح الورد، جالي كده سؤال امبارح. السؤال ده متعلق بدراسة الماجستير اونلاين مع جامعة بريطانية او جامعة امريكية محترمة. فاللي بيسأل بيقول يعني طيب، هل الدراسة ديستنس مع جامعة بريطانية او جامعة امريكية محترمة له فايدة؟ يعني هل ده مبقاش معترف بيه في مش عارف فين او فين او فين؟ طب خلونا نتكلم اولا في الموضوع ده. اولا لازم نفرق، لما نيجي افكر ان انا اعمل ماجستير ديستنس، انا هعمل ماجستير ده مع مين؟ لازم الاول اروح لجامعة معتبرة. يعني ايه معتبرة؟ يعني جامعة موجودة فعليا، مكان موجود في بريطانيا او في امريكا، جامعة معروفة، جامعة اهلية وعامله برامج خاصه بيها ديستنس. وطبعا احنا فاهمين ان اصلا الديستنس ام ايز بقى وبي اتش ديز والكلام ده كلها بقت واقع عملي بعد كوفيد 19. خلاص مفيش حاجه اسمها اونلاين ومش اونلاين، والعالم بتغير. فالناس زمان اللي ما كانتش بتعترف بالاونلاين انت مجبور عليه دلوقتي. وبعدين خلوني يعني صريح، الماجستير والبي اتش ديز بالذات المفروض ان ما يفرقش بيهم اونلاين من غيره. حد هيقول لي ليه؟ لكن انا دي رسائل حضرتك وابحاث انت بتكتبها وبتعملها، رسائل وابحاث حضرتك بتكتبها وبتعمل، انا ما يفرقش معايا المفروض انا كبروفيسور كدكتور انت هتسلم لي البحث ده ازاي؟ هتسلمه لي بايدك ولا تبعته لي ميل؟ انا اللي يفرق معايا ان يكون البحث ده بتاعك، ما انتش سرقه من حد، ما انتش اخده من حد، ما حدش كاتبه لك. ولو على مساله بقى الغش او ان حد هيعمل لك شغلك، فده موجود سواء فيس تو فيس او سواء اونلاين. يعني اللي ما عندوش ضمير بقى ما عندوش ضمير في ده او في ده، لان في النهايه انت بتسلم بحث. جميل. طيب فعلميا ما بيفرقش. طب حد يجي يقول لي بس احنا سمعنا ان مثلا انا لو رحت مثلا مصر، والله مثلا ده ما ده لما بنروح مثلا الجامعه بيقول لنا احنا ما بنعترفش بمين بالديستنس ام ايز والكلام ده. انا عندي كلمه واحده بس، حضرتك هتروح تعمل ديستنس ام اي مع جامعه بريطانيه وتدفع ما يقرب من ربع مليون، 250 الف جنيه عشان حضرتك عايز تروح تشتغل في جامعه تقبض 5000 جنيه؟ معقوله؟ ما هو لو ده الهدف بتاع حضرتك ده مش منطقي. يبقى ما حدش بيروح يدفع 250 الف جنيه مع جامعه بريطانيه محترمه عشان يتعلم او يعمل ماجستير في الابلايد لينجويستكس مثلا، في طرق التدريس الميثودولوجي، او في الاي ال تي تيتشنج او التيسول، عشان النهارده اشتغل في مكان واخد 5000 جنيه؟ بقى انت لا، انت راجل مش بتفكر مظبوط بقى. فاذا حضرتك ما تبصش للجامعات دي كلها اللي بتقول لك انا ما بعترفش بالام اي لو ديستنس. ليه؟ لان حضرتك يا حبيبي مش عايز تشتغل معاهم اصلا. انت مش رايح تدفع الفلوس دي كلها عشان تشتغل مع الناس دي، انت بتبص بقى لحاجات اعلى. فايه فعشان بس ايه ما يعني اعصابي ما تتعبش ماشي. طيب فاللي بيعمل ماجستير بيكلفه التكلفه دي. اولا ده حد عايز يسيت اب البيزنس الخاص بتاعه مثلا، فعايز يتعلم صح، مش عايز بقى يتعلم اللي هو حفظ بقى وصم ودش وتسميع والليله دي. خلاص. يا اما ده حد بيدور ان هو يتعين في جامعات بره مصر مثلا على سبيل المثال، هتقدر تدفع له ما يعوضه المبلغ اللي هو دفعه ده. وطبعا احنا بنقول يا رب ربنا يصلح احوال المرتبات الخاصة باساتذة الجامعة في مصر وتبقى احسن مما هي عليه مليون مرة، لكن حاليا لا، مش ده الوضع الموجود. يعني نتمنى ان هو يتغير بس لا لسه. يبقى انت خليك منطقي في اختياراتك. جميل. ده عشان ايه؟ يعني نقصر وقت الرد على حاجه زي كده. يبقى عشان الخص الدنيا دي، يبقى الديستنس ام ايز او بي اتش ديز طالما هتعملها مع جامعه، ما تروحش بقى تعملها لي مع جامعه مش يعني جامعه الحاجات الاسماء الغريبه اللي الجامعه الامريكيه الاحترافيه في الولايات الداخليه. لا، روح لحضرتك لجامعه معروفه، جامعة لها اسم كده معروفة، جامعة كاليفورنيا، جامعة مش عارف شيكاغو كده، يعني جامعات معروفة لها أماكن ولها موقع بتاعها وناس بتروحها، بني آدمين بيروحوها. مش تروح لي مثلا
جامعة أطلانتا المستخبية في الحقول المستوية، ومش موجود حد أصلا، وموقع ولا في لا بني آدمين ولا حد، ولا مجرد شهادة وما عليها شوية أختام أمريكية وشكرا، يبقى أنت كده لبست في الحيط. فطالما تعمل برنامج ديستنس اعمله مع مكان اوريدي موجود، بس له برامج الديستنس بتاعته. من الآخر يعني، عشان إيه؟ ما نوجعش في قلوبنا كتير. متفقين كده على الحتة دي؟ طيب دي أول حاجة. ثانيا علميا ما بيفرقش أنت هتسلم الرسالة إزاي. إلا بقى الناس اللي بقى اللي عندها جهل أصلا بطبيعة الماجستير وطبيعة الدكتوراه، فاكرينه كورس إنجليزي يعني. الماجستير والدكتوراه دي درجات علمية كبيرة، جزء كبير جدا مبني منها على ريسيرشز يعني. في دراسات امبيريكال، بس ستيل برضو الكتابة جزء كبير جدا من الموضوع. انا ما يفرقش معاه بقى انت هتسلمني رسالة حضرتك دي، هتسلمها لي فيا ايميل، ولا هتسلمها لي بقى بايدك. فبلاش بقى الهبل ده يعني، خلاص، عشان احنا تعبنا في النهاية. والسؤال اللي هو اللي هرمنا من اجل الرد عليه، زي ما قلت قبل كده، انت ما بتعملش رساله الماجستير دي كلها وبتدفع فيها 250 الف جنيه عشان تقول لي والله انا رحت جامعه مثلا حلايب وشلاتيم وقالوا لي ما بنعترفش بيها هناك، وانت برضو واخد الشهاده دي عشان تروح حضرتك تشتغل في جامعه هتدفع لك 5000 جنيه. خليك منطقي، خلاص. صباحكم زي الورد، السلام عليكم، مع السلامه.